أعزائي مشاهدي بيت المبدعين في فنون الإعلام، تحياتي أيمن العربي وتحيات بيت المبدعين. المطرية بلد الفن، المطرية ياما طلعت مطربين عظماء، المطرية دايما بتطلع مبدعين. احنا النهارده في ضيافة أخونا وحبيبنا الشاعر الكبير الأستاذ عادل عبد الوهاب الدغار. طبعا ياما وقف مع مطربين كتير، ياما عمل أغاني جميلة لكل مطربين مصر وعظماء. واحنا النهارده في ضيافته طبعا ومعانا نجم مصر، النجم الفنان محمد توشكا اللي منورنا. اللي لما بنسمع محمد توشكا بنتذكر النجم الجميل، النجم العظيم الله يرحمه، فنان حسن الاسمر. ما حدش بيسمع محمد توشكا غير لما بيقول ده صوت حسن الاسمر، واحنا بنسمع حسن الاسمر وبيذكرنا بالفنان حسن الاسمر. استاذ محمد منورنا ودايما بنستمتع باغانيك الجميله. وعلى فكره يا جماعه احنا مش قاعدين قاعده تسجيل، قاعدين قاعدة محبة في ضيافة أخونا الشاعر الكبير الأستاذ عادل عبد الوهاب الدغار. قاعدين قاعدة محبة وقاعدة إخوات بمناسبة طبعا فرح بنت الأستاذ محمد توشكا، اللي بنقول له ألف مبروك وربنا يتمم بخير، وكلنا هنكون موجودين في الفرح ومع كل نجوم مصر المطربين اللي جاية تجامل الأستاذ محمد توشكا. بنقول لك الأول ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيب قلبي، ومساء الخير على كل الناس الحلوة، ومساء الخير على بيت المبدعين، ومساء الخير على ضيافة أخويا وحبيبي الشاعر الكبير قوي 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 وصانع نجوم مصر الحاج عادل الدغار أخويا وحبيبي. ومساء الخير عليك أنت يا أيمن العربي عسل، وده شرف ليا إن أنا صوتي يبقى زي صوت الأستاذ حسن الأسمر أو شبيه الأستاذ حسن الأسمر، عشان الراجل ده علم على مصر، وده شرف ليا وده وسام على صدري طبعا مش أي حاجة. وكل سنه وانتم طيبين وعقبال الناس كلها، وتحيه مني انا شخصيا محمد توشكا، بحيي كل الناس وبقول لحبايبي واخواتي المطريه بلد الفن، بلد السمع، بلد مش عارف. طيب قبل ما نسمع منك حاجه، طبعا استاذ عادل الدغار اللي صنع كتير من نجوم مصر وفنانين مصر، انا واحد من الناس شخصيا عشت سنين كتير مع الاستاذ عادل الدغار وعشرته، وطبعا كنت معاه في كل خطوه لمطربين كتير امثال اخونا رضا توفيق اللي بعت له التحيه، ونجوم مصر كتير هو هيقول عليهم، واستاذ رمضان العرب اللي بيبعت له دايما التحيه ودايما بيجي له هنا، ومطربين كتير. استاذ عادل بنقول لك كل سنه طيب ومتشكرين على ضيافتك. حبيبي دايما كل سنه وحضرتك طيب، انا سعيد بيكو وسعيد بالفنان محمد توشكا بوجوده معانا، لاني انا لو عملت اي حاجه لمحمد توشكا مش هوفيه اللي هو عمله معايا بفرح بنتي وبفرح امير ابن الله يرحمه محمد. في اي حاجه ما بيسيبنيش، قبل ما يكون محمد فنان فهو انسان، والانسان قبل ما يكون فنان. والاستاذ ايمن العربي اخويا الصغير اللي انا بتشرف بيه، فنان برضه من فنانين مصر اللي هم زمن الفن الجميل طبعا، ايمن العربي اسمه نار على العلن، والنهارده هو بقى اخراج ومخرج زي العسل، ربنا يا رب يوفقه، وانا سعيد بيكو. وحته الاغاني انا عملت مطربين كتير، يعني عملت رضا توفيق، صابر الاسكندراني، احمد عبد العزيز، رمضان البرنس الله يرحمه، رمضان العربي، محمد توشكا، محمد سالم الله يرحمه، عملت مطربين كتير، خالد الطيب، الليل والشوارع، بس الحمد لله يعني الدنيا على قد ما احنا اديناها فهي خدت مننا. بس دلوقتي انا سعيد بالناس اللي معايا وسعيد باي حد يحبني انا كمان بحبه. على فكره طب بس اقول لك يعني ان لسه الواحد طول ما عمل مع الناس كتير الناس ما بتنساهوش، زي ما انا قلت لك من الناس اللي دايما بتبعت لك السلام، بتكلمني بتبعت لك السلام، نجم رمضان العربي بيبعت لك السلام واكيد هيشوفنا طبعا. ده اخويا اللي فعلا امي ما بتنسيش، الفنان رمضان العربي ابو محمود ربنا يطول لنا في عمره، انا كنت هتكلم عليه دلوقتي لاني ده ليه معايا ذكريات خاصه، جه معايا فرح اخويا في الشرقيه وكان واقف جنبي، يعني زي ما اتكلمت على محمد توشكا كده في فرح اميره وامير، رمضان العربي وقف معايا في فرح اخويا في الشرقيه في بلد اسمها التمرين،
وقف معايا من اول الفرح لاخر الفرح. التنين دي بلدنا بلد ايوه طبعا 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 مش هقدر انسى النجوم اللي وقفت جنبي، مش هقدر انسى المطرب عزة عبده بن الحاج عبد الجزار رحمه الله عليه، منتج من منتجين مصر الشطار قوي. انا بحيي كل الناس اللي هي وقفت معايا، وانا بحيي كل واحد عرف عادل عبد الوهاب وبيحب عادل عبد الوهاب، انا بحبه وانا سعيد بيك يا استاذ ايمن والاستاذ محمد تركا، والف مليون مبروك لايمان بنتي بنت اخويا، يا رب يا رب نعمل لها فرح فعلا يليق بمحمد تركا ويليها وعقبال ما نفرح بعلي، وانا سعيد بيك. محمد تركا الفنان الكبير اللي احنا بنحبه، اهم حاجه راجل محترم، راجل بيحب كل الناس، انا لما قعدت معاه بيحب كل فنانين مصر، بيحب كل الناس، ودايما زي بنقول وجوههم ايه اسمهم على وجوه. راجل صراحه من شخصيات الاتحاد، فنان جميل جدا، اغانيه ما شاء الله، وهنسمعكم دلوقتي هتقولوا حسن رسمي، هنسمع حاجه الاول ونرجع للاستاذ عادل، الاستاذ محمد تشكى. مساء الخير عليكم الاول، وانا بحيي الحاج عبد الغفار وبحيي اخويا وحبيبي الاستاذ ايمن العربي، وزمان النجم ايمن العربي، وحاجه ما تتنسيش طبعا عشان المطريه ولاده من المطربين الجدعان اصحاب البلد اللي هم بجد بلد كلها فن. ونقول بقى كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين الباقي كل عذاب، عذاب عذاب عذاب، كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين الباقي كله عذاب، كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين الباقي كله عذاب، عذاب عذاب يا ايمن. الله ينور عليكم استاذ محمد. حسن الاسمر لسه موجود في محمد تشكى، نجم الفنان اللي بنسمعه ابن المطريه طبعا. استاذ محمد تشكى، ممكن الناس بتسال محمد تشكى فين؟ محمد تشكى موجود، موجود بس انا بتكلم اللي محمد تشكى في المطريه الناس بتبقى يعني ما بتشوفكش كتير، ليه؟ لا انا كنت غائب شويه بس كان عندي ظروف كده وخبرات، والحمد لله رب العالمين. انا عارف ان انت عندك شغل بره، شغال بره في حفلات بره، ده اللي انا عارفه، يمكن ده سبب من اسباب الغياب يعني. طبعا شغل بره واخد بالك وخدمه شويه وحقك عليا، انا المطريه اهلي وحبايبي واخواتي. الناس بتسال عليك عشان الناس بتحبك، فانا بسالك السؤال دوت، محمد تشكى فين؟ عشان كده بسالك السؤال ده. لكن انا بالنسبه لي كراجل اعلامي وراجل صحفي، انا عارف ان انت عندك شغل بره، عندك حفلات بره، بس انا ده احب ان انت تتجوع الناس. انا عندي حفلات بره وعندي شغل بره، وانا كنت بقصر في المطريه بس مش هقصر تاني، ومعلش حقكم عليا، حقكم عليا والله العظيم، الشغل بس هو اللي واخدني منكم، وان شاء الله محمد تشكى موجود وهيتواجد اكتر اللي من دولك. وتحيه شخصيا مني انا شخصيا، بحيي المنتج الجميل حبيب قلبي وصانع نجوم مصر الاستاذ عادل حكيم، ربنا يخليه لي يا رب ان شاء الله. والشغل الجديد ما بيني وما بينه وما بين الاستاذ عادل الدخار، واسمعوا الجديد ان شاء الله بامر الله، وان شاء الله الدعوه عامه لكل الناس الحلوه وكل المطريه في فرح بنتي بايمان واول فرحتي، والدعوه عامه عندنا ان شاء الله. وبمناسبه بقى الفرح وبنت الاستاذ محمد تشكى ايمان، بيقول لها الف مبروك. استاذ عادل الدخار، انا سمعت ان انت عامل اغنيه فرح لعريس وعروسه، يعني سمعنا منها حته صغيره كده كوبليه. انا عامل غنوه دي انا هديه لمحمد تشكى، ان شاء الله هتبقى في الالبوم الجديد، اسمها على سنه الله ورسوله. هي بتقول حبك رقيق عايز انوله، وفي قلبي عش بنتهوله، في عيون كتير قوي بصاله، اتعلقوا بطرف حباله،
وحبي ليك يا مقاله وهنوا قلبي وبركوله على سنة الله ورسوله. الله 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 الله, 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 الله. أحلى حاجة في أستاذ عادل الدرغان دايما بينقي في كلماته لفظ, دايما احنا دايما بنشتغل على اللفظ, هو يعني اللفظ جميل جدا على سنة الله ورسوله. وانا تعودت منك من زمان زي اغنية يا ابني وحاجات كتير جدا عم حضرتها معاك, دايما بنلعب على اللفظ. ذكرنا الفنان جابر النمر. لا الفنان جابر النمر اول حاجة انا كتبتها موال باسم دول كلمتين يا ابني, ويمكن عمل صدى مع جابر النمر, وكان اسم الشريط دول كلمتين يا ابني. بعد كده عملت له الله يسامحك, وعملت له بنا على اصل جبان, وعملت له يا ابويا, وعملت له انا اللي علمتك كده, وعملت له مشوار عذابي. انا عامل اكتر اغنيه لجابر النمر لان جابر اخ بالنسبه لي وجار, يعني هو جاري واخويا, وانا بدعي له طبعا بالتوفيق. وان شاء الله الجديد بقى اللي جاي يبقى لمحمد توشكا, وعامل له موال, ده نخليه مفاجاه ان شاء الله, عامل له غنوه وموال ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قريب قوي هنسمع حاجه حلوه على محمد توشكا. فنان محمد توشكا, وزي ما انا قلت طبعا يا جماعه احنا قاعدين قعده محبه, مش في الاساس ان احنا كنا هنسجل, احنا تواجدنا بالصدفه. استاذ عادل الدرغان غالبا بيبقى في اسماعيليه, فالراجل موجود النهارده, واستاذ محمد توشكا اخوه حبيبه جاي له النهارده طبعا عشان الحاج عادل موجود, والحاج عادل كلمني فانا جيت له عشان كلنا بقى قاعدين كده قعده محبه, علشان الناس مثلا ما تفكرش ان احنا بنسجل اساسا, وممكن الحاج عادل لابس الجلابيه ولا حاجه, احنا بنقول احنا قاعدين قعده محبه, فقلنا ايه, قلت اخد منهم كلمتين كده واحنا قاعدين عشان حبايبي واخواتي طبعا, وفرصه فين لما بشوف الاستاذ محمد توشكا طبعا, وشرف لي ان هو موجود, فقلنا ناخد منهم كلمتين كده عشان نجم محمد توشكا الناس تحب تسمعه وتحب تشوفه. استاذ محمد نسمع منك حاجه تانية. طب هنقول ايه بقى سيدي الإمام بنتي؟ حالاً عليك سبكي الحلوين, عرفتي عريسنا تنقي, حالاً عليك سبكي الحلوين, عرفتي عريسنا تنقي, رشونا ملح يا ناس من العين, رقصوني ده أنا من حقي, الليلة ليلة هنا وسرور, كوب قلبي صواني بتدور, ادونا شربك كون والدي واحد اتنين, طب واحد اتنين, الصلاة الزين الصلاة الزين الصلاة الزين الصلاة الزين, حلال عليك ست الحلوين. الله عليك يا استاذ محمد. عايز تقول حاجة تانية يا عم عادل؟ ربنا يوفق الاستاذ محمد, وربنا يا رب يتم له على خير فرح بنته. والاستاذ محمد احنا لو عملنا أي حاجة مش هنوقف اللي هو بيعمله معانا, لاني زي ما قلت هو قبل ما يكون فنان هو انسان. وعقبال يا رب يا استاذ ايمن, نفرح بولادك وانت اخ عزيز وبلدياتي, وكنت ايام الفن مطرب عظيم ودلوقتي مخرج عظيم, ربنا يوفقك. وانا سعيد بيكوا وشرفت بيكوا النهارده والله. الله يخليك يا عم عادل. استاذ محمد انا شرفت بيك النهارده, وشرفت بضيافه حبيب قلبي حبيب كل فنانين مصر الحاج عادل الدرغان. وقبل فعلا هو قابلنا دلوقتي, قبل ما تكون مذيع انت فنان وانت جميل قوي, ومن مطريه بلد الفن اللي على اصول, مع تحيات محمد توشكا وكل سنه وانتم طيبين. وزي ما قلنا, زي ما قعدنا قعده محبه بننهي على الحب والمحبه مع نجم مصر نجم الفنان محمد توشكا, الحاج عادل الدرغان طبعا كل شعراء مصر الكبار اللي طلعوا فنانين كتير وعملوا نجوم وصنعوا نجوم في الفن الشعبي الجميل اللي احنا بنحبه, ودايما بنقول نحافظ على الكلمه ونحافظ على اللحن الجميل, لان فننا الشعبي لازم نحافظ عليه بعيد عن الاسفاف, بعيد عن اي حاجه, نحترم اللي بيقول كلمه حلوه للناس, لان الكلام بيخش بيوت الناس, بنعلم اولادنا الصغيرين الكلمه كويسه بدل اللي احنا بنسمعه دلوقتي. في النهايه بنشكر الحاج عادل على ضيافته اللي احنا مستضيفنا عنده النهارده طبعا, استاذ محمد توشكا اللي منورنا ونجم نجوم مصر. في النهاية بنقول له ألف مبروك لإيمان, وربنا يتمم بخير, وإن شاء الله فرحة جميلة وربنا يتمم بخير. تحياتي أيمن العرب وتحيات بيت المبدعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.